مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ودايما منورنا ومشرفينا في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده في مباراه كبيره جدا بتجمع بين فريقين كبيرين جدا جدا جدا، الاهلي والاتحاد، ومباراه صعبه للغايه على الفرقتين، ولكن طبعا الاصعب بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري الممثل الدائم لمدينه الاسكندريه عشق كل المصريين. يعني قبل ما نتكلم عن المباراه تحديدا، عايز اقول لكم استعدادات الفرق اللي بتقابل الاهلي او الزمالك او الفرق الكبيره عموما. يعني دايما اللعيبه بتبقى حاطه ماتشات الاهلي والزمالك او الفرقتين الكبار في الدوري الممتاز، دايما بيشوفوا الجدول، بيجيبوا الجدول بتاع المباريات بتاعهم وبداوا يشوفوا ماتشات الاهلي والزمالك امتى، وبداوا قبل الماتشات دي يبداوا بقى يحافظوا على نفسهم وياكلوا كويس، يتمرنوا كويس، تلاقي مود في التمرين، تلاقي اللعيبه مركزه قوي قوي قوي، مفيش انذارات في الماتشات اللي قبل كده. فعشان كده دايما بنقول ماتشات الاهلي والزمالك بالنسبه للفرق الثانيه بتبقى صعبه جدا على الفرقتين، لان بيبلغ من الدوافع اللاعب يعني في قمته، بيبقى 100% من الدوافع بتاعته اللي بيقابل فيها فريق كبير زي نادي الاهلي او فريق كبير زي نادي الزمالك، وده اللي بتشوفوه وده اللي بيحصل دايما. وده المشكله، او دي المشكله اللي قابلت اعتقد يعني من وجهه نظري اللي قابلت الكابتن الكبير ايهاب جلال في نادي الزمالك، ان دوافع اللعيبه اللي بتقابل الزمالك ما كانتش هي دوافع اللعيبه اللي بتقابل انبي او مصر المقصه اللي كان معاهم الكابتن ايهاب جلال. فدي مشكله كبيره لازم ياخد باله منها الكابتن ايهاب جلال. نروح نشوف احصائيات محضرها لنا فريق التحليل لمباراه اليوم معاكم كده، نشوف الاحصائيات بتاعت المباراه ونرجع مع حضراتكم على طول. يعني طبعا دي نتائج مباريات الجوله ال 21 من الدوري الممتاز، الاسيوطي قابل الاتحاد السكندري 1-1، والمقاولين العرب مع النصر 2-2، طنطا وبتروجيت 0-0، سموحه وادي دجله 2-1، والانتاج الحربي والرجاء 2-1. يلا دي برضو في نتائج الجولة الواحد وعشرين، مصر المقصة والداخلية 2-2. معظم الجولة السابقة كانت معظمها تعادلات أو التعادل هو الغالب على لقاءات أو لقاءات الفرق. الأهلي مع الإسماعيلي طبعا 1-0، المصري وطلائع الجيش 0-0، إنبي والزمالك 0-0. دي يعني معظم نتائج أو التعادلات اللي حصلت في الجولة السابقة. نروح بقى للجولة 22 اللي احنا شغالين فيها لغاية دلوقتي، المقاولين العرب والأسيوطي برضو 1-1. بتروجيت يعني كسب سموحه، كان مكسب كبير جدا لبتروجيت كان محتاجه قوي. النصر وادي دجله، دجله برده كان محتاج المكسب ده، يعني دجله بيعاني معاناه غريبه جدا لا تليق بوضع وادي دجله. كسب النصر 1-0 وثلاث نقاط غاليه جدا. الرجاء والداخليه، الداخليه برده انتزعت مكسب، الرجاء كان في امس الحاجه ليه، لكن يعني هارد لك للكابتن رمضان السيد وكل التوفيق للكابتن علي عبد العال. 1-0 للداخليه، الاسماعيلي والانتاج الحربي، والاسماعيلي بيعيد ذاكره الانتصارات مره اخرى وبيكسب الانتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء. مواعيد المباريات المتبقيه في الجوله ال 22 من الدوري العام، طلائع الجيش وانبي الساعه 2:30 ان شاء الله، والاتحاد والاهلي الساعه 5:15 ان شاء الله، والزمالك وطنطا مباراه مهمه نادي الزمالك 8 مساء، ومصر المقصه ان شاء الله غدا الساعه 5 والمصر. مواعيد مباريات الجولة 23، يعني نشوف برضو الداخلية مع الإسماعيلي إن شاء الله يوم الجمعة 3:15، والرجاء مع المصري. صراحة الرجاء ماتشاته كلها صعبة جدا، الساعة 5 مباراة صعبة جدا 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 للرجاء. الله يكون في عون الكابتن رمضان السيد، هو يعني دخل في تحدي وإن شاء الله يعني مع إن الموضوع صعب جدا. دجلة وبتروجيت أيضا مباراة صعبة جدا لوادي دجلة مع بتروجيت طارق يحيى المتحفز للانتصارات، واللي كسب مباراة يعني كان أو ادته دافع كبير جدا أنه يكمل على المكسب في المباريات المقبلة. الانتاج الحربي والاتحاد السكندري الساعة 7:30، كل المباريات دي إن شاء الله يوم الجمعة 9 فبراير. يلا نكمل برضو الأسيوطي والنصر يوم السبت 10 فبراير إن شاء الله الساعة 2:30، سموحة والزمالك 5:15، ماتش صعب جدا، انبي ومصر المقصه 7:30، طنطا وطلائع الجيش ان شاء الله 2:30، والاهلي والمقاولين العرب الساعه 6 مساء يوم الاثنين ان شاء الله. يلا نروح بقى لهدافه بطوله الدوري العام او هدافي هذه البطوله، اللاعب طبعا جون انتوي لاعب الاهلي السابق ولاعب مصر المقصه الحالي، 12 هدف بيعتلي قائمه هدافي الدوري العام. بعديه عمر السعيد وادي دجله، وكان الانتاج الحربي سابقا 12 هدف.
احمد جمعه لاعب المصري 10 اهداف، وليد ازارو نجم الاهلي 10 اهداف، ودييجو كالديرون لاعب الاسماعيلي وهدافه 10 اهداف، وحسين الشحات مصر المقصه، لسه حسين الشحات ما شاء الله يعني حاجه بشرفنا، حسين الشحات بتسع اهداف لغايه دلوقتي في العين الاماراتي اكيد. لسه برضو مع هداف وبطوله الدوري العام عبد الله السعيد من الاهلي بثمان اهداف، واحمد علي مولين العرب ثمان اهداف، وابراهيم حسن الاسماعيلي ثمان اهداف، صلاح محسن الاهلي وانبي سابقا سبع اهداف، محمد حمدي سموحه لاعب الاهلي برضو السابق ولاعب سموحه بسبع اهداف. يعني نادرا قبل ما نروح لموقف الفرقتين في الجدول، نادرا ان احنا بنشوف هدافين خارج الاهلي والزمالك، ودي حاجه كويسه، انا شايف انها حاجه كويسه، حاجه بتدي لك انطباع ان الدوري العام بقى في تحسن بالنسبه للحاله التهديفيه بتاعته، او الفرق بقت في حاله هجوميه اكتر من التحفز الدفاعي اللي كان بيسود معظم الفرق سابقا. يعني موقف الفريقين في الدوري الاهلي والاتحاد، يعني الاهلي لعب 20 مباراه، فاز في 16 مباراه وتعادل في 3، خسر مباراه واحده وله 44 هدف وعليه 12 هدف، والنقاط 51 نقطة. نادي الاتحاد السكندري في لعب 21 مباراة، الفوز 4 مباريات، تعادل 10 مباريات، خسارة 7 مباريات، له 25 وعليه 27 يعني فارق هدفين، النقاط 22 في المركز الرابع عشر. أكيد عارفين طبعا الأهلي طبعا يعتلي هذه المسابقة في المركز الأول. مشوار الاهلي في الدوري العام، انا بفكركم يعني بنفتكر كلنا مباريات الاهلي في الدوري العام هذا الموسم، الاهلي وطلائع الجيش 1-1، الاهلي والاتحاد السكندري 2-0، الاهلي والرجاء 4-1، الانتاج الحربي والاهلي 1-2، الاسماعيلي والاهلي 0-2، الاهلي والداخليه 2-0، المصري 0-2، الاهلي وانبي 4-1، الاهلي والاسيوطي 1-0، مصر المقصه والاهلي، ودي الخسارة الوحيدة اللي كانت للنادي الأهلي 3-2. يلا طنطا والأهلي 1-1، الأهلي وسموحة 2-1، وادي دجلة والأهلي 1-1، الأهلي وبتروجيت 3-0. يعني شايفين طنطا تعادل مع الأهلي اللي هو الفرق اللي بتصارع الهبوط، دجلة برضو بتصارع تعادلت مع الأهلي، ده يبين لك قد إيه الفرق اللي بتلعب الأهلي وهي محتاجة بونت أكيد يعني، والأهلي بيبقى شعراية بتعلقوا بيها. الأهلي وبتروجيت 3-0، النصر والاهلي 0-4، الزمالك والاهلي 0-3، وطلائع الجيش والاهلي 0-2، الاهلي ومصر المقصه 2-1، الاهلي والرجاء 3-1، الاهلي والاسماعيلي 1-0. انا ما شفتش الاهلي والزمالك ليه؟ ماشي. مشوار الاتحاد في الدوري هذا العام، الاتحاد انا بفكر بس الناس يعني بفكر الناس بس يعني عشان نعرفوا الاهلي والزمالك كان كام كان. الاتحاد والاسماعيلي 2-4، النصر والاتحاد 2-3، المقاولين والاتحاد 3-2، الاتحاد والاسيوطي 2-0، الاهلي والاتحاد 2-0، الاتحاد والانتاج 1-1، ده مشوار نادي الاتحاد بذكر حضراتكم تاني، الداخليه والاتحاد 2-2، الاتحاد والمصري 0-1، انبي والاتحاد 2-0، الاتحاد وطنطا 1-1، سموحه والاتحاد 1-1. يلا الاتحاد ودجله 4-0، الاتحاد نتيجه ثقيله جدا كانت على دجله، بقول لكم دجله بيعاني هذا العام يعني معاناه الله يكون في عونهم لا تليق بمستواهم ولا بمكانتهم في الدوري المواسم السابقه ولا باسم دجله الكبير او اللي كبر. بتروجيت والاتحاد 2-0، الاتحاد والزمالك 0-2، طلائع الجيش والاتحاد 0-0، الاتحاد ومصر المقصة 2-2، والرجاء والاتحاد 0-0، الإسماعيلي والاتحاد 0-0، الاتحاد والنصر 3-0، الاتحاد والمقاولين العرب 1-1، الأسيوطي والاتحاد 1-1. ده كان مشوار الناديين الكبيرين الأهلي والاتحاد، ودي تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد. دي إحصائيات طبعا عملها فريق الاتحاد، إحصائيات فريق الإعداد، احصائيات ولا اروع من كده.
عندنا الاحصائيه الفريق طبعا الاهلي والاتحاد، عدد المواجهات 113 مباراه لكل الفريقين، الفوز 74 من نصيب الاهلي 15 من نصيب الاتحاد، تعادل 24 مباراه تعادل، الاهداف الاهلي احرز 187 هدف في حين الاتحاد احرز 69 هدف، الهداف حسام حسن النجم الكبير 12 هدف، والديبه 8 اهداف. عايز اقول لكم نعم حسام حسن النادي الاهلي 12 هدف والديبه الاتحاد 8 اهداف. عايز اقول لكم قبل ما اكمل الاحصائيه دي او نكمل الاحصائيه ونتكلم على كابتن الديبه، ليه موقف طريف قوي وليه سمي بالكابتن الديبه. اكبر فوز كان موسم 2005 2006 لنادي الاهلي 6 اهداف مقابل لا شيء، وموسم 2014 2015 نادي الاتحاد بنتيجه 4-1. عايز اقول لكم ان الكابتن الديبه سموه كده الجماهير السودانيه، هي اللي اطلقت عليه اسم الديبه بعد لقاء مصر واثيوبيا اللي انتهى بفوز مصر في البطوله الافريقيه باربع اهداف مقابل لا شيء، اربع اهداف احرزهم سنه 57 احرزهم الكابتن الديبه. الجماهير السودانيه قعدوا يسالوا على اسمه لغايه لما اطلقوا عليه الديبه. كمان بالمناسبه دي كمان اللي كان ماسك الكابتن الديبه في هذه المباراه مباراه مصر واثيوبيا كان اللاعب هقول لكم اسمه حالا، اللاعب تسيمة ده اجبرته الجماهير الاثيوبيه على الاعتزال بعد هذه المباراه. تسيمة ده اصبح رئيس الاتحاد الافريقي من الفتره عام 1972 للفتره 1987، يعني مصائب قوم عند قوم فوائد. ونرجع تاني لاحصائياتنا تاني، هدافين الفريقين اللاعب وليد ازارو 10 اهداف زي ما قلت لحضراتكم، واللاعب كواكو نادي الاتحاد برصيد 4 اهداف. يلا نشوف التشكيل المتوقع لفريق النادي الاهلي النهارده. زي ما حضراتكم شايفين محمد الشناوي قدامه اثنين مساكين، محمد نجيب وايمن اشرف، على اليمين احمد فتحي وعلى الشمال علي معلول. ده التشكيل المتوقع. في النص اثنين ديفندرات، هشام محمد وعمر السليه، قدامهم عبد الله السعيد طبعا كصانع العاب، على شماله جونيور اجاي وعلى يمينه النجم وليد سليمان، والنجم وليد ازارو هداف الفريق كراس حربه صريح. دي تشكيله نادي الاهلي المتوقعه لغايه دلوقتي، لغايه لما تجينا التشكيله الاساسيه. نادي الاتحاد السكندري، الهاني سليمان وويلسون اثنين مساكين، ويلسون وشوقي السعيد، على شمالهم محمد عادل وعلى يمينهم كريم الديب، اثنين ديفندرات عاشور الادهم ونور السيد، قدامهم رزاق سيسي كصانع العاب وعلى شماله احمد كابوريا وخالد متولي على يمينه، وبناهيني نجم الاسماعيلي السابق راس حربه صريح. دي تشكيله الفريقين المتوقعه لغايه دلوقتي. يعني دي كانت اهم الاحصائيات اللي حضرها لينا فريق الاعداد. حاجه جميله جدا، ان شاء الله نستمر في مثل هذه الاحصائيات مع حضراتكم عشان تتابعوا كل ما هو متوقع. نشوف المباراه في عيون الصحف المصريه. ده جورنال اهرام بيقول الاهلي ضيفا ثقيلا على ابناء الصغر في الجوله ال 22 بالدوري اليوم، الزمالك يعني برضه ناخد عنوان الزمالك طمعان في كرم طنطا، وان بيلتقي مع الجيش الطنطاويه متهيألي هيبقى كرمهم قليل قوي الفتره اللي جايه. الاخبار بيقول اليوم الاهلي المتصدر يواجه الاتحاد الجريح في برج العرب. نشوف الجمهوريه بيقول الاهلي والاتحاد تحدي وعناد، ماشي حلو العنوان. المسا بيقول الأحمر المنتشي في ضيافة الاتحاد السكندري المتحفز. الشروق بيقول اليوم الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات أمام الاتحاد السكندري. الوطن الأهلي ينفي بيع مؤمن زكريا والمنتخب يطلب مشاركة صلاح محسن. اليوم السابع الأهلي يبحث عن مواصلة غزواته أمام الاتحاد السكندري الليلة. الوفد الليله في الجوله 22 للدوري الاهلي يسعى لمواصله مسيره الانتصارات امام الاتحاد
السكندري، مكيدة يتحدى البدري، وصلاح محسن ينتظر الظهور الأول. يعني دي كانت أهم الأخبار وأهم الإحصائيات اللي احنا عرضناها لحضراتكم. عرضنا كمان تشكيلة الفرقتين المتوقعة إن شاء الله لخوض هذه المباراة الهامة جدا، مباراة صعبة جدا جدا، مباراة في برج العرب. الاتحاد زي ما قلنا لحضراتكم يعني ده موقف الفريقين كمان في الدوري. احنا قلنا المركز الأول النادي الأهلي نسبة الفوز 80%، معدل التهديف 2.2، فوز للنادي الأهلي 16 ونادي الاتحاد 4، 3 تعادل، 10 تعادل نادي الاتحاد، هزيمة واحدة لنادي الأهلي، 7 هزائم لنادي الاتحاد. يعني سجل 44، الاتحاد سجل 25، استقبل 12، الاتحاد استقبل 27 النقاط، 51 نقطة للنادي الأهلي و22 نقطة لنادي الاتحاد، معدل تهديف نادي الاتحاد 1.2. وقلنا طبعا الاتحاد في المركز ال 14، 19% نسبة الفوز بتاعته. يعني دي كانت أهم الإحصائيات زي ما قلتها لحضراتكم. يعني المباراة تاني، بكرر تاني، المباراة صعبة جدا جدا على الفرقتين. مباراة الاتحاد زي ما قلت لكم، الاتحاد عايز يعني يرضي جماهيره بأي طريقة. جماهير الاتحاد جماهير دايما متعطشة للفوز، أجواء الاتحاد دايما أجواء كلها يعني تمتع اللعيب إنه يطلع أقصى ما عنده. قلت لكم اللعيب في أي نادي يا جماعة بيبقى مستني على فارغ الصبر مباريات الأهلي والزمالك والأهلي تحديدا كمان، عشان يطلع كل ما هو جديد عنده وكل الدوافع عنده بتبقى 100%. هنطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام، ضيوف الكبار، الكباتن كابتن شريف عبد المنعم نجم الأهلي، والكابتن ربيع ياسين، والكابتن عادل عبد الرحمن نجم مصر، نجوم مصر. استنوهم هيقولوا كلام مهم جدا جدا. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول.